فلا بد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل يعني الموت. فإن كانت بعد حلول الأجل فإنها لا تنفع التائب، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فالإنسان إذا عاين الموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه أيس من الحياة، فتكون توبته في غير محلها بعد أن أيس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب، هذه توبة اضطرار فلا تنفعه ولا تقبل منه، لا بد أن تكون التوبة السابقة. أما النوع الثاني: تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان.